مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. في البدايه حفظا للالقاب وبعيدا عن الالقاب، من هو عبد الحريري؟ من بداياته، بدايه نشاته لما وصل للمرحله هاي بالضبط؟ عبد الحريري من سوريا، من درعا، مواليد 77. درست الكهرباء، تخصصت بانظمه التحكم الاليه المبرمجه. عملت ب شركة عريقة جدا على مستوى العالم، متخصصة في مجال توريد وتركيب وصيانة المصاعد وصناعة المصاعد. وتنقلت معهم عبر عدد من الدول لحتى استقر في المطاف في دولة قطر بمنصب وظيفي جيد، كنت فيه مدير مشاريع. طبعا هذا كان الكلام قبل أسياد، أنجزنا فيه بعض المشاريع المتعلقة في الحدث الرياضي اللي كان بيصير هذاك الوقت، عدد من الأبراج. والحمد لله لما انتهى العقد تبعنا تولدت عندي رؤية استمديتها من الواقع اللي أنا كنت أشوفه بعيني، أنه البلد متجهة للحداثة وللتطور. فكان خيار صائب أنا بعتقد يعني، وتأكدنا منه الحمد لله على مر السنين هاي اللي راحت، أنه الاستثمار والنجاح مفتاحه قطر. فالحمد لله رب العالمين بدأنا نوطد نفسنا ونوطد عملنا هون بالبلد، وأنشأنا فيه هاي الشركة اللي اليوم مهندس عبدو. يعني نحكي عن بدايات أوروبا للمصاعد. نعم. أول حجر أساس وضعناه بأي سنة؟ نعم. كانت فكرة بسيطة صغيرة. نعم. وانتشأت سنة عن سنة. نعم. طورنا وصلنا مرحلة. نعم. نحكي عن فترة التأسيس كيف كانت؟ نعم. من خلال عملنا بالفترة قبل أسياد الألعاب الأسيوية اللي صارت في قطر. طبعا بحكم يعني معرفتي وخبرتي بهذا المجال، نظرت يعني لأبعد ما أني أكون عبارة عن مهندس مسؤول عن مشاريع في شركة، بما أنه البلد متجهة تصاعديا ومتجهة باتجاه الإنشاءات والتقدم، فكرنا أنه إحنا ننشئ شركة خاصة مستقلة فينا. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وبدأنا. كانت سنة 2007 كانت البدايات، كانت بداية التأسيس، واستمرينا إلى يومنا هذا. يعني طبعا النجاح ليس مفروش بالورد. صحيح. لا تتوقع طريق النجاح يكون مفروش بالورد. صحيح. العقبات والصعوبات كثيرة جدا. صحيح. بس ولكن الحمد لله توجه البلد
السياسات الاقتصادية اللي كانت معمولة للبلد ساعدتنا لحتى احنا نتقدم ونتطور بمجالنا لحتى وصلنا لهذا الليفل الحمد لله. أوروبا للمصاعد مثل ما أطلقنا نحن من قبل كم سنة شعار أن أوروبا للمصاعد أكثر مما تتوقع، نحن بنعنيها بالحرف هذه الكلمة أوروبا أكثر مما تتوقع. لما يجينا الزبون ويطلب مننا شيء سبيشال أو شيء خاص فيه، على سبيل المثال مصعد دائري وبيلف بيتحرك، فانت اليوم هذا الشيء ما راح تجده في السوق بكل سهوله يعني، او اذا حصلته راح يكون بمبالغ خياليه لانه كله كاستمايز يعني. فالحمد لله رب العالمين نحن قادرين نقدم هذا واكثر من هذا، فعلى طول نحن بنلبي رغبه الزبون وحتى بنضيف اوبشنز هو بيجهله. نحن اصحابين الخبره، فعلى طول النصيحه موجوده للزبون، وحتى بنعمل الشيء لنفسنا، نحن ما بنشتغل للزبون لان الزبون هو لا يدرك بعض المواصفات، ولكن نحن الحمد لله بنأديها بمعيار اخلاقي بالدرجه الاولى ومعيار مهني في الدرجه الثانيه. يعني مهندس عبد اليوم رب المصاعد اكيد اليوم خدماتنا كثير وايضا تتطلب خدمات تميزنا. نعم. تميز بعالم المصاعد. نعم. شو مميز أوروبا للمصاعد؟ بعض المنافسين بتكون المنافسة الشديدة حقيقة، يعني المنافسة الشديدة والسوق الحمد لله مفتوح لكل الشركات أنها تقدم شوف أفضل ما عندها. صراحة أوروبا للمصاعد عملت شيء نوعا ما أخرجنا من مجال المنافسة التجارية. كتاجر أنا أستورد بضاعة وأركبها، هذا يعني معظم الشركات بتقوم فيه، ولكن أوروبا المصاعد تشتغل بنهج آخر. أوروبا المصاعد الآن تصنع الأسانسيرات، تصنع المصاعد، طبعا المصاعد والسلالم ونظام التشغيل. نحن ب 2016 قمنا بابتكار نظام تحكم آلي مبرمج يعمل بالذكاء الصناعي، أنتجناه في معملنا في مخابرنا، وقمنا باعتماده بكل منتجات المصاعد الخاصة فينا. مصاعدنا ذكية وليس يأخذك طابق معين وكذا، لا، نحن مصعدنا ذكي، بمعنى ذكي بيفكر بيفهم شو استخدامات المستخدم العادي. على سبيل المثال إذا كان عندنا برج معين، برج تجاري أو برج سكني، بيعمل كالبريشن، بيعمل أناليزيشن، تقارير للعمل تبعه. أنا كم رحلة بطلع لهون، أنا كم رحلة بأخذ من الطابق هذا، كم زر، كم ضغط انضغط علي في الطابق الفلاني، فبصير بيعمل لحاله آلية عمل معينة على أساس يحافظ على صرف الطاقة اللي ما كتوفير طاقة وكتوفير وقت اللي هو أهم شيء. أنا بنتظر بالطابق 5 دقائق ولا 10 دقائق لحتى يفضل الأسانسير يجي ياخذني، لا، بالنظام الذكي هو لحاله بيتحرك على الطوابق الفلانية بالأوقات الفلانية لحتى يقوم بخدمة المستخدم. الحمد لله حصلنا على براءة اختراع بسنة 2016. ما يميزنا عن باقي الناس شغلة جدا مهمة، نحن بنشتغل البراند الخاص فينا. نحن من لما أنشأنا الشركة حطينا هدف أنه نحن راح نكون مصنعين للمصاعد وليس تجار فقط، وهذا الشيء عززته سياسات وقوانين الحمد لله قطر، شجعتنا لحتى نمشي. قمنا بتسجيل العلامة التجارية في وزارة الاقتصاد، وبنعمل حاليا بتوريد مصاعد لكافة الجهات الحمد لله.
فينا انا بدانا بتصديره، بدانا الحمد لله بتصديره، وبدانا بتنفيذ مشاريع خارج دوله قطر، السعوديه، الكويت، الامارات. الامارات يعني الامارات تعتبر من الدول يعني النشطه في هذا المجال. الحمد لله نحن بدانا بالتصدير الى هناك، والتركيب في اماكن جدا راقيه وجدا محترمه. الحمد لله. الحمد لله. اكيد لنا مشاريع انجازات على ارض الواقع. اليوم المشاريع اللي احنا بنفتخر فيها، اللي احنا قمنا بالعمل فيها. نعم. بنذكر بعض المشاريع اللي احنا بنفتخر فيها. الحمد لله نحن نفذنا عدد من الابراج بسرعات يعني قياسية وصلت ل 6 متر في الثانية. قمنا بتنفيذ مشروع جدا نفتخر فيه في متحف قطر الإسلامي. قمنا بتنفيذ عدة مشاريع، عدة مصاعد وترافيليتورز، ويعني بعض البلاتفورمز في الملاعب اللي استضافت كأس العالم. الحمد لله كنا نحن جزء. في عندنا مشروع كمان نفذناه في برج القمر. الحمد لله يعني عندنا أكثر من 1500 مشروع نحن بكافة أنحاء البلد. الحمد لله. نعم الحمد لله. نحن في شغلة بتميزنا عن باقينا، انه العميل لما يتكلم معنا بيتكلم مع المصنع مباشرة، فهذا شيء بيعطي مساهم للفلكسبيليتي اكثر من لما يتكلم مع التاجر. التاجر ملزم بهذا المنتج، هو مشتري بالسعر الفلاني، مجبر يبيعه بالسعر الفلاني. نحن لا، نحن من نكلم الزبون الكوست تبعك كم، لما انا اعطيه سعر معين واشوف السعر بيعتبره غالي او مش ضمن الرينج اللي حاطه هو، فنحن شو بنسوي؟ نحن نعطيه الحلول الثانيه، وهذا الشيء اللي بيخلي عملائنا ترغب بمنتجاتنا الحمد لله، يعني وبترشحنا للعملاء الاخرين. يعني نحن الحمد لله قسم المبيعات عندنا والتسويق ما بيجد اي صعوبه بالتعامل مع العملاء. الحمد لله. بدنا منك نصيحه للمستثمرين القادمين لدوله قطر، شو نصيحتك اليوم؟ صفر تردد، ما في داعي للتردد. عندك مشروع وببالك فكره معينه، الميدان مفتوح الحمد لله، والبنيه التحتيه موجوده.
الأمن والأمان اللي بتتمتع فيه قطر يعني جعلها من المراتب الأولى، ما بدنا نقول مرتبة واحد في العالم، ممكن يكون في بعض الناس يفكروها مبالغة، بس ولكن جعلها بالمراتب الأولى عالميا، بيئة استثمارية واعدة، في رؤية موجودة واضحة، في رؤية وحلم كان حلم عند الناس وتحقق وصار واقع، فما بيخلي للمستثمر أي مجال للتردد أو الشك. على فكرة هذا 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 واقع احنا عشناه ولمسناه من قبل، من لما كنا في أيام أسياد، الحمد لله كنا نحلم معقول يصير، الحمد لله صار شيء مشرف ويعني عالميا حدث كبير جدا، العالم كله صار يتكلم فيه ويتحدث عنه، فهذا شيء خلاص يعني ما بيدع أي شك لأي مستثمر ناجح انه يجي لهالبلد. نحكي على مدار 5 سنوات القادمة، رؤية مستقبلية لأوروبا للمصاعد، وين راح تكون؟ أوروبا للمصاعد بدأت بالفعل بإنشاء أول فرع لنا في أوروبا، في قارة أوروبا، في بريطانيا تحديدا. بدأنا الحمد لله بإجراءات إنشاء الفرع هناك، وراح يكون في عندنا عدد من الموظفين دائمين الدوام هناك، وفي عدد من الموظفين راح يكونوا ويتنقلوا ما بين بريطانيا وما بين قطر. الحمد لله أوروبا المصاعد تعدت الحدود الإقليمية الحمد لله، واتجهنا حتى على أوروبا، ممكن نحن اسمنا أوروبا واتجهنا على أوروبا هناك، نرى أنه من حقنا يكون إن اسمنا بأي مكان في العالم، عندنا الإمكانات وعندنا القاعدة اللي بتأهلنا أنه إحنا ننافس وأنه إحنا نشتغل بأي دولة كانت. اليوم علاقتنا بالموظفين هي علاقة أب لأبنائه والعلاقة مدير للموظفين. سر النجاح بأي شركة العلاقة القريبة ما بين الإدارة وما بين الموظفين وما بين الفنيين أو الموظفين التقنيين. نحن كشركة بتقدم خدمات بتوريد وتركيب وصيانة وتجديد المصاعد، مقسوم فريقها إلى عدة فئات، الفريق الفني والفريق الإداري والفريق التقني وفريق التطوير، نتعامل مع بعضنا كعائلة. نحن شركة متعددة الجنسيات الحمد لله، من ضمن تقريبا 11 جنسية في الشركة، من الجنسيات العربية ومن الجنسيات الأجنبية، الحمد لله نتعامل مع بعض كمعاملة الإخوة، وأنا أتعامل معهم كالأخ الكبير كسنا وكمنصبا يعني الحمد لله، وما بنتردد أنه نحط إيدنا بإيد أي موظف ونساعده بأي شغلة كان بيشتغله وهي بتكون من مهامه، ما من أنبه، بالعكس من من منوضح له الطريق ومنوضح له الحلول لمشكلته لحتى يتقدم فيها. فريق العمل أنا بالمناسبة بشكر المهندس مصطفى على جهد يعني جبار عملوا مع الفريق التقني، رغم أنهم إجوا من كفاءات ومن شركات، بس ولكن المعايير اللي إحنا حاطين معايير صارمة جدا، ما التقت مع مصلحتنا، ما التقت مع الرؤية تبعنا، فقام المهندس مصطفى بعمل ورشات تدريبية خاصة واستمرت لأكثر من 6 شهور أو 7 شهور، وكل موظف جديد بينضم للشركة لازم يخضع لهذه الدورة، لازم يفهم أساس العمل تبعنا والمعيار اللي إحنا بنسعى إله، يعني بشكر أنا على هالجهود اللي صارت واللي بذلها لحتى وصلنا بطاقم فني أنا بفتخر فيه صراحة، من أعلى المعايير اللي أنت ممكن تجدها في المنطقة كلها مش بس بقطر.
عبد الحريري كلمة شكرا مليون؟ صراحة أنا بوجه شكر للوالد الله يطول بعمره. هو كان الدافع الرئيسي والمحرك إنه لحتى وصلنا لهذا المستوى الحمد لله. إذا أردت أن ترى المستقبل فانظر إلى الماضي. انظر إلى الماضي بتحدد مستقبلك أنت. فالحمد لله كانت التوجيهات حكيمة وكانت توجيهات ذات بعد طويل المدى. بأنه إحنا نستقر هون في قطر، والوالد هو موجود بإحدى الدول الخليجية، ولكن هو رأى أنه إحنا نستقر هون في قطر، وكانت رؤيته صائبة 100% الحمد لله، ورب العالمين وفقنا. شكرا الوالد. الله يخليك يا رب. هذا الشبل من ذاك الأسد. الله يسلمك يا رب. اليوم قبل ما ننهي برنامجنا نحكي عن دولة قطر الحبيبة. دولة قطر اليوم تحتضي بنعمتين، نعمة الأمن والأمان الحمد لله، اللي هي ساعدت بالاستثمار وساعدت بالازدهار كما تعلم. نعم. واليوم كمهندس عبدو له كلمات الطيبة بنهاية برنامجنا. رسالتك اليوم للشيخ حمد الله يطول بعمره، قائدنا والدنا والشيخ أمير الشباب الأمير تميم الله يطول بعمره. آمين يا رب. آمين. آمين. نعم. نهاية برنامجنا رسالة عبد الحريري لنشوف روح حكامنا اليوم شو هي رأتكم. تفضل. بهالمناسبة هاي وبشكركم أول شيء أنكم أتحتوا لي الفرصة أنه أوجه الرسالة شكر وتقدير لسمو الأمير الوالد والدنا جميعا على الشيء اللي قدموه وعلى الرؤية والبصير الحمد لله اللي كان يتمتع فيها اللي أوصلتنا لهذا الليفل الحمد لله. نقف بفخر في كل الأماكن، حتى لما طلع عندنا فكرة أنه إنشاء الفرع في بريطانيا كان فخر كبير لنا أنه نحن نخرج من قطر بعد النجاح اللي تحقق تحت ظل رؤيته والبصير اللي كان يتمتع فيه. نشكر سمو الأمير أمير الشباب أخونا الكبير سمو الشيخ تميم الله يحفظه ويرعاه اللي كمل المسيرة وما زال، وإن شاء الله نشوف قطر بأعلى من هاي المراتب برؤية 2030 إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مصطفى الحريري أوروبا للمصاعد. كخدمات صراحة منقوم بتركيب توريد وتركيب جميع أنواع المصاعد اللي هما المصاعد الكهربائية الـMRL الروملس، مصاعد الهيدروليك، مصاعد الشحن، وطبعا منقوم بمصاعد ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. هاي بالنسبة للتركيبات. في عنا كمان الصيانة، عندنا قسم خاص في الصيانة منقوم بصيانة جميع أنواع المصاعد بجميع أنواع البراند الموديلات، تتوفر عندنا جميع قطع الغيار، والحمد لله يعني عندنا كادر فني مدرب ومجهز إنه يقوم بجميع يعني جميع الصيانة لجميع أنواع المصاعد. ما منواجه أي مشكلة في أي موديل صراحة. الحمد لله يعني بنتمتع بكمية كبيرة من العملاء وبجميع الجهات، عنا الجهات الحكومية وعنا الجهات الخاصة، ويعني صراحة أوروبا للمصاعد بتتميز بكادر خاص ويعني في إمكانيات كبيرة القيام بجميع الصيانة والإصلاح لجميع أنواع المصاعد. بتتوفر عنا جميع القطع سواء مصاعد قديمة مصاعد جديدة تحديث أنظمة، الأمور هاي كلها متوفرة الحمد لله. كمان عندنا موضوع الجودة، بنتمتع بجودة يعني ممتازة وأسعار تنافسية، يعني الأيام هاي تنافس كبير، فالحمد لله أسعارنا جدا ممتازة وكواليتي عالي، وفريق الصيانة عندنا يعني متوفر خلال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة بفريق منفصل بقسم منفصل متوفر خلال 24 ساعة لتلقي أي اتصال طارئ أي عطل أي شيء،
الأمور هاي كلها متوفرة الحمد لله. عندنا الشوروم موجود في طريق سلوى قبل دوار المدماك. عندنا طبعا فريق الصيانة المتوفر خلال 24 ساعة في منطقة العزيزية، وعندنا الويرهاوس والمصنع في المنطقة الصناعية.